نظمت وزارة الداخلية احتفالية للقادرين باختلاف، وذلك بمناسبة عيد الشرطة 70، حيث تم توزيع هدايا تذكارية عليهم على الاحتفال بهم بفقرات فنية وترفيهية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إحياء هذه المناسبة الوطنية مع كافة فئات المجتمع. احتفالية بعيد الشرطة ذات طابع إنساني، فقد وجهت وزارة الداخلية الدعوة لعدد من القادرين باختلاف لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة 70 بأحد أندية الشرطة. كل سنة والشرطة طيبين وبخير وبصحة وسعادة، وسعيدة جداً جداً أن أنا كنت معاهم وبنحتفل معاهم ومبسوطة جداً جداً. كل سنة والشرطة طيبة وتحرى الجيش المصري والشرطة وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. وشهدت الاحتفالية فقرات ترفيهية وغنائية متنوعة أسعدت الحضور الذين شاركوا بمواهبهم الفنية في الاحتفاء برجال الشرطة، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام وتلك الدعوة. أنا مبسوطة جداً أن تم دعوتي الحفلة زي دي، لأنه شرطة مصر يعني اللي بتخلي في أمن وأمان في الدولة وكده، وده عيد الشرطة 70 وإحنا كلنا فخورين طبعاً بالشرطة المصرية ووزارة الداخلية وكل المجهودات اللي هم بيعملوها. يعني أنا فرحان عشان الحفلة، أنا عشان تحسيسي وسنة وأنتوا طيبين. حفلة حلوة جداً، كل فقرات حلوة، أنا ما كنتش متخيلة أن آجي نشوف الحفلة دي. الحفلة دي المثالي رئيس السيسي، الحفلة دي حلوة جدا. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كون بينكم وليا وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها ودان. وقد تم توزيع هدايا تذكارية على القادرين باختلاف وأسرهم تم إعدادها خصيصا لهم، وهو ما ساهم في رسم الفرحة والبهجة في نفوسهم. أنا الإنسان أنا موجود. شكل الاحتفال بعيد الشرطة مع القادرين باختلاف تأكيدا على معاني الإنسانية والاهتمام الذي توليه الدولة وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم للحصول على حقوقهم كاملة. إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. احتفالات عيد الشرطة تتواصل مع المواطنين ومع القادرون باختلاف في تأكيد على أن هذا العيد هو عيد كل المصريين، والشرطة المصرية حريصة على الاحتفال بهذا العيد وسط المواطنين في تأكيد وتجسيد على التضحيات التي تتواصل عبر الزمن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.